قليلا. طبعا احنا ايضا نروح لموضوع طبي، واحنا وصلنا الى مشارف نهايه شهر اكتوبر، وتذكير بضروره الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وراح نتعرف اكثر على اسباب ارتفاع للاسف عدد الاصابات ودور الحملات التوعويه في بعض المناطق في المملكه العربيه السعوديه. معنا اليوم الدكتور عمر موسى بايمين، مدير مركز الشيخ عبد العزيز العفالق للكشف المبكر للاورام. نقول لك اهلا وسهلا فيك. أهلاً. دكتور اهلا ومرحبا فيك. الله دكتور، في البدايه لو تعرفنا عن الاحصائيات اللي موجوده والارقام اللي شايفينها وتلاحظونها في المركز، وعد يعني اعداد حالات الاصابه بسرطان الثدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أتقدم لكم بجزيل من الشكر على استضافتكم لنا. إذا جينا نتحدث عن الإحصائيات فنحن نتحدث على شيء سابق وكيف أصبح الآن. عام 2010 كانت نسبة عدد الإصابات بسرطان الثدي 56 حالة بمحافظة الأحساء. الآن في عام 2017 وصلت إلى 140 حالة سنوياً. هالرقم هذا رقم كبير، توسع يعني أو زاد. الزيادة هذه كيف حصلت؟ حصلت نحن بدأنا البرنامج بعيادة واحدة في عام 2010، كان عدد الإقبال في تلك السنة 219 مراجعة، عدد قليل، فقمنا بدراسة الوضع فوجدنا أن نحن بحاجة لتوعية المجتمع بسرطان الثدي. بدأنا بعمليات وحملات توعوية مختلفة الوسائل، عملنا دورات تأهيلية لفريق يقوم بعملية التوعية. تقريبا كنا سنويا نخرج 200 مثقفة صحية. عندما انخرطوا في المجتمع وزادت الوعي زاد الإقبال في هذه العيادة حتى أصبح أكثر من 6000 مراجع سنويا. العدد هذا الكبير من المراجعات زاد أيضا نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. الدكتور، يعني من خلال هذه الإحصائيات، يعني إيش هي الفئة العمرية أكثر شيء اللي تواجه سرطان الثدي أو حتى التشخيص؟ على مستوى المملكة معدل الإصابة العمري الإصابة بسرطان الثدي هو 48 سنة. لكن في حالات كثيرة تم أيضا اكتشافها في سن أقل من 48 سنة. نتطرق على حالات تم اكتشافها في أواخر العشرين سنة وأيضا في الثلاثينات. يعزى هذا الأمر لأسباب، يعني منها العوامل الوراثية، منها طبيعة نمط الحياة اللي نحن عايشين فيه، التغذية على سبيل المثال. أصبح كثير من الأسر تعتمد على الوجبات السريعة، الوجبات السريعة تؤدي للسمنة، والسمنة عامل أساسي أيضا للإصابة بسرطان الثدي، إضافة للهرمونات البديلة، إضافة أيضا لعمل مهم جدا أنه أصبح سن الزواج متأخر. هذا يؤثر دكتور؟ نعم يؤثر، الإنجاب أصبح متأخر. هذه كلها في سيدات كثير يعني ما حالفهم الحظ في الزواج، هذا كله يؤثر في نسبة الإصابة. عفوا، بس إيش علاقة الإنجاب المتأخر بال لا الزواج المتأخر؟ أي الزواج المتأخر، الزواج البدري يشمل تغير في الهرمونات، الرضاعة الطبيعية، كل هذا يقلل من الإصابة بسرطان الثدي. نعم. طيب دكتور، لو نتكلم عن برنامجكم، البرنامج الكشف المبكر من خلال مركزكم وأهدافه، أنت ذكرت يمكن قسم أنه كيف جهزتوا وكيف كان في زيادة في الوعي، ولكن الآن لو تكلمنا عن برامجكم وأيضا تقييمكم من خلال المركز للوعي اللي موجود عندنا في مجتمعاتنا. حقيقة حرصت وزارة الصحة كرؤية لها والمنبثقة من رؤية 2030 في المملكة زيادة البرامج الوقائية، ومنها برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي، فحرصت على تفعيل البرامج التوعوية ومنها الحملة الإقليمية للتوعية بسرطان الثدي لعام 2018. هذه الحملات قامت بزيادة الوعي في المجتمع وزادت الحالات، إقبال الناس أصبح كثير. في السابق كان الناس تتخوف من عملية التوعية بسرطان الثدي. ليش؟ وش اللي يخوف؟ كثير من الأمهات يكفي في الشر، ما نبي نسمع، يعني ما يحبوا يسمعوا، ما كانوا يحبون، ما يحبون يعني حتى في ناس ما تقول اسم الاسم، يعني كلمه. نعم صحيح، ما تتقبل كلمه سرطان وصرت. الان اختلف الوضع، زياده التوعيه واختلاف الوسائل في التوعيه فعلا خلى الناس تتوعى، لذلك الاقبال اصبح كثير. الان بالاحساء يوجد عندنا عيادتين متنقله تجوب محافظه الاحساء، الاعداد يعني ما شاء الله تبارك الله شيء يبهج الصدر في اقبال الناس، يعني هذا جعلنا انه نعمل مركز متخصص للكشف المبكر، وهو مركز الشيخ عبد العزيز العفالق للكشف المبكر للسرطان الثدي. تم افتتاحه من صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف قبل قاربة شهرين.
المركز جدا متخصص في أجهزة حديثة على مستوى الشرق الأوسط وحيكون له لمسات في المجتمع كبيرة يعني. ومتى تنصح السيدة أنها تزور هذا المركز؟ في أي عمر؟ طبعا احنا الستاندر العالمي عندنا انه 40 سنه وفوق هذا الكشف المبكر، اذا في تاريخ عائلي في الاسره من 30 سنه وفوق يتم الكشف لهم. دكتور عمر موسى بايمين، شكرا جزيلا، يعطيكم الف عافيه، نتمنى لكم دائما التوفيق ونشكركم على مجهودكم الكبير. ابدا، يعطيكم العافيه. شكرا لكم.